الشاعر يقول: سر مرة أسر من بغداد يا إلهي من ذكرها المعتادي. هل لسامراء مدرسة في النحو؟ لم أسمع أن لها مدرسة في النحو. ما النسبة إلى سر مرة؟ في كتب الأدب القديمة كثيرا ما يقولون سر مري كثيرا، فلان سر مري كثير ما نجد سر مري سر مري سر مري، نجد في كتب الأعلام يعني كتب تحث نجد كلمة سر مري إلى سر مرأة. وأحيانا يعني من هذا ينسبون إلى سر باعتبار هي أول قسم هذا، مثل تأبط شرا تأبطي. الشاعر يقول: سر مرة أسر من بغداد يا إلهي من ذكرها المعتادي. الشاعر أن سامراء اسم علم طبعا، مبنية مبنية لها، ليش ليش لماذا مبنية؟ من اسم علم، اسماء الأعمال ليست مبنية كلها. اسماء الأعلام منها المعربة المنصرفة ومنها الممنوعة من الصرف ومنها المبنية يعني حسب القواعد، منها مركب مزجي، منها مركب إسنادي، منها مركب إضافي، فالأحكام النحوية بحسب ال. إذن هذا الشاعر هنا مباح له، مباح له ما لا يباح للناثر. الآن يعني فقط في كلمة بغداد كانت هي بغداد ممنوعة من الصرف. نعم. قال من بغدادي وله الحق في ذلك. لماذا؟ الشعر هذا يجوز له طبعا، طبعا يجوز. نعم. له يجوز صرف يجوز صرف ما. نعم. وعلى ذكر أيضا على ذكر خربت سر مرة ما لشيء دوام، ماتت كما مات فيل تسلم منه العظام. خربت سر مرة يعني هي فاعل تخفيف فاعل طبعا. وأين أين تظهر حركات العربية؟ لا، سر مرة هذا ما الآن مقصور أحد أمرين، إما نأخذ مركب إسنادي لأنه سر مرة مركب إسنادي متكون من فعل مبني المجهول. نعم. ومن الذي هو الفاعل، ورأى الذي هو يعني كلمة سر مرة هذا مركب إسنادي، المركب الإسنادي يحكى يعني نقول مرفوع أو منصوب بضمة مقدرة على آخره من ظهورها حركة الحكاية أو القصر أو شبه. نعم.